يسعد اوقاتكم متابعينا بكل خير. يلي شاهد القناة لأول مرة ما ينسى الاشتراك بالقناة وضغط زر الجرس ليصلكوا كل جديد. اليوم راح نعمل وصفة المعروف، وصفة كتير سهلة شكلا وطعما، ان شاء الله تنال اعجابكم. بطريقة المحلات بحشوات مختلفة، وصفة كتير سهلة وبسيطة. راح احط المقادير بصندوق الوصف في الكوبا الوزن، خليكم معانا. متابعينا بتمنى تكونوا بخير لعمل وصفة المعروف. راح احط المقادير في صندوق الوصف، الكمية الصغيرة اللي عم نشتغل فيها ممكن تشتغلوا فيها بالبيت. عندي دقيق ابيض طبعا منخول موجود هون، عندي خميرة راح اضيفها على المي تكون دافية ما تكون باردة. نعتبر انه عم نشتغل على الكيلو، الكيلو تقريبا فيه 8 كبايات من الدقيق. بحتاج تقريبا 3 كبايات من المي الدافية. خميرة راح احط 25 جرام، تطلع ملعقتين ونص كبار. للكيلو انا هون حاطط تقريبا 150 جرام من السكر، فيك تحطوا لل 200 جرام كمان ما في مشكلة. اما بالكوب بتحطوا له نص كباية للكيلو الدقيق كمان بيصير، لانه اخر شيء المعروف راح ادهن وجهه بالشيرة او القطر. عندي راح ادوب الحليب مع الخميرة والسكر، راح اخلطهم مع بعض ادوبهم. كان عندي الحليب 50 جرام مثل ما ذكرت، 25 جرام خميرة للكيلو الدقيق. طبعا عندي هون مكونات الجافة راح اضيفها على الدقيق. انا حاطط فانيلا وحاطط محلب، ملعقة المحلب للكيلو واحد فيها 10 جرامات، وفانيلا بدي تكون نكهة الفانيلا ظاهرة فيها، حاطط ملعقتين كبار 20 جرام. راح اخلطهم مع بعض، بخلي شوي عندي الخميره اللي حطيتها بمي دافيه تتفاعل شوي واضيفها على العجينه، بس نخلطها راح نخليها ترتاح. هلا بالنسبه للحشوه، الحشوه اختياريه، ممكن تنحشى شوكولا، ممكن نوتيلا، ممكن تمر، على حسب ما انتم بتحبوا. ممكن نحشيها زبيب مع جوز الهند، شغله اختياريه. للكيلو الدقيق حبتين بيض بخلطهم. ممكن للنكهة ممكن تحطوا فانيلا فقط لو كان محلب مش متوفر، في بعض البلدان ما بيعرفوا المحلب، فممكن اللي يحب يحط فانيلا كمان بيصير. في الشمرة ممكن بودرة، نحط ملعقة كبيرة كمان بيمشي الحال، على حسب ما انتم بدكم، حسب ما متوفر عندكم. راح اضيف خميرة مع المي اللي حطيتها، تقريبا للكيلو واحد 3 كبايات، بس ممكن ما تدخلوا الكمية كلها لحتى تتأكدوا من الدقيق، لأن في أنواع من الدقيق بتاخذ كمية من السائل أكثر من الثانية. هلا راح أطلع من الوعاء هذا وأخلطها شوي برا على الرخام. هلا أطلع جنها حتى يصير ملمسها ناعم، تخلط المكونات كثير منيح مع بعضها. طبعا لو في على الجانب يكون الأمور أسهل. حبيت عجينة يدويا عشان تشوفوا كمان في ما كل عنده متوفر على الجانب. بل عجينة حتى تصير ملمسة ناعم ونرجع لكم، خليكم معنا. هلا بعد ما عجنتها راح اشيلها، قبل ما احطها بالوعاء دهن الزيت خفيفة، حطيت زيت من تحت وكمان دهن الزيت من فوق. هلا راح اريحها نص ساعة ساعة، كل ما ترتاح كل ما عطت نتيجة بالشغل تخلينا نرتاح بشغلة ما تعذبنا كتير. راح اغطيها واحطها بمكان دافي ونرجع لكم. هلا بعد ما شلت عنها الغطا شايفين ضعف حجمها، اختمرت منيح، شايفين كتير عجينة صارت طرية. هلا راح نبدا بتشكيلها، الاشكال اللي بدنا اياها راح نفرجيكم الاشكال اللي ممكن تساووا فيها، وانتم ممكن اجتهاد شخصي تعملوا اشكال ثانية، شغلة اختيارية. هلا اخذت قطعة مثلا بشكل، راح ارجع افتحها على شكل قرص، هاي راح ما احشيها شيء نهائيا، راح اخليها ساده. شايفين اخوان عملت على الشكل هذا، راح اجيب اطار راح بس عشان اشكل وجه المعروق على السماكه هاي. طبعا العجينه راح تختمر وتضاعف حجمها. اذا بدكم اياها اسمك تكون سميكه كثير، ممكن تخلوا العجينه اصلا سميكه، راح تصير معاكم سميكه كثير.
هلا هاي كمان قطعة ثانية ما راح أرققها كثير، خليها هيك سميكة. طبعا بعد ما أخلص لازم نريحها مرة ثانية، أحطها بالصينية. هلا عملتها شكل اسطواني، راح أرجع أقطع منها عجينة وأعملها بأشكال ثانية، خليكم معنا. هلا جبت إطار بس ضغطة عشان أعمل شكل للعجينة. هاي كمان عملت لها شكل. طبعا دهن البيض، راح ادهن بيض مع شوية حليب ورش لها رشة فانيليا. اللي يحب يدهن بيض في يدهن، وكمان ما بيحب كمان ممكن يدهنها بس بحليب كمان بصير، وممكن ما دهنوا أي شيء كمان بصير. شغلة اختيارية. هلا جيت جزأتها، ممكن اعملها على شكل خلية نحل، ممكن على حسب الحشوة اللي بدي اياها، والمهم متوفرة تكون عندي. هلا راح اخذ 6 حبات، راح اشيلهم هذول، ممكن شوكولا 6 حبات راح اكورهم تحت العجينة هيك، ممكن نوتيلا او الحبيبات الشوكولا متوفرة، بضغط شوي بسكرهم بسكير على شكل اعملها على شكل كروي. اذا ما متوفرة الشوكولا ممكن استعيد عنها ب جبنة على حسب، شايفين الشوكولا مبينة. كمان حبة ثانية، عمل شي 6 حبات قلبة هيك صغيرة، تسكيرة عيفة من تحت وسكرها كتير منيح، ألفها بشكل دائري مشان ما تفتح معي العجينة. هاي عملتهم على شكل خلية، شايفين الشوكولا مبينة فيها عشان تعرف انه مبينة الشوكولا، نعرف انه هاي الشكل يكون فيه محشي شوكولا قبل ما نفتحها. يعني ممكن احط حبة شوكولا لانه الشوكولا كمان بتستحمل الحرارة. عندي راح اخذ 3 حبات من هدول الصغار، راح اعملهم بشكل اسطواني. هلا بعد ما عملناهم بنفس الطول راح ما راح اشيلهم اي شيء، هدول بخليهم سادة نفس الجديدة. نجيب هاي ناخذ هاي لهنيك من الوسط لحتى نكمل باقي العجينة. هلا بعد ما كملتها بالشكل الدائري بضيب على بعضها، هاي بندهنها. اخر شيء حرش عليها حبة سودا وسمسم، نعمل كم شكل من هالكرات الموجودة عندنا. ممكن نعمل جديدة كمان نحشيها تمر، نشوف القطع المتوفرة معانا نرجع لكم. هاي جديدة تانية الشكل هذا، نحط عليها نسكرها نحطها بالصينية. عندي القطع هذول، راح اخذ كمان 6 حبات، هذول راح احشيهم جبنة كيري او جبنة مثلثات على حسب الجبنة المتوفرة عندي. هلا بعد ما حطيت لهم جبنة بحطها شوي عشان تتمد على كامل العجينة تكون موزعة منيح. اسكرها بالشكل هذا، نرجع نقلبها تدويرة تكون جاهزة. هلا هون كمان نفس الشيء، عملتهم جبنة نفس اللي كان عملناهم بالشوكولا، خليت فراغات لانه يضاعف حجمها. راح اخذ بعض القطع اعملها شكل طولي مشان احشيها تمر. شفتوا العجينة بعد ما فتحناها، عندي تمر، جبت تمر شلت منه البذور كان قاسي شوي، حطيته بالميكرويف مع شوية زبدة ما مكتر. هلا بالطريقة هاي بنسكرها، شايفين بنسكر العجينة كتير منيح. ان كانت حتى للشوكولا كمان بتعملوها نفس الشيء، بتسكروها كثير منيح وما تكتروا كميه الشوكولا لانه ممكن تطلع لبرا. هاي بخصوص الشوكولا، التمر نفس الشيء عادي يعني بتسكر بشكل منيح، تسكيرته راح تكون من تحت. هلا بعد ما سكرتها تسكيرته مثل ما ذكرت من تحت. هلا بس تريح راح اقصها بالسكين، نجي الحبه الثانيه وهيك على حسب الكميه الموجوده نخلص ونرجع لكم، خليكم معنا. هلا بعد ما خلصنا رح ندهن القطع الاول اللي عملناه بالشكل هذا، رح حطيت شوية بيض مع حليب مثل ما ذكرت، ما بدي يحط بيض كمان شغلة اختيارية، ما تحطه ما في مشكلة، بس اذا ما كان موجه مدهون بيض ممكن اول ما يطلع من الفرن يفضل بخت مي بالبخاخ بعدين تسقوه بالقطر اخر شيء. هلا بعد ما دهنتهم بيض رح ارجع حبة السودة شوي رشة خفيفة، ارجع ارش لها رشة سمسم. شفتوا بعد ما حطينا البيض نرش السمسم راح يلصق عليه ما راح يطلع لبرا. لو ما كان في بيض ممكن
بخة مي، بعدين تحطوا السمسم والحبات، ما راح راح تظل ملصوقة فيه لأنه حطينا شيء سائل عشان تلصق عليه. إخواني هاي بعد ما دهناها بيض السمسم، هاي القطعة كاملة، بس الشوكولا ما حطيت عليها، الشوكولا ما حطيت عليها أي شيء مشان نكهة الشوكولا ما تتضارب مع نكهة السمسم والحبة السوداء، فتركتها هيك دون أي شيء. القطعة اللي دهناها تمر خليها تريح وبعدين قصوها بالشكل هذا، بس مشان تعطيه شكل جمالي. بس اخواني هلا بعد ما قصيته راح اخلي ضعف حجمها وبعدين ادخلها من الفرن على درجه حراره 180، الفرن شغال من تحت، بس تستوي برفع له درجه فوق للرف الفوقاني لو كان فرن غاز عندكم، اما الفرن الكهربائي ممكن تشغلوه من فوق وتحت بيجهز مع بعض، تقريبا ممكن 15 دقيقه بتكون جاهزه على حسب من حراره من الفرن الاخر. شايفين هاي ضعف حجمها شوي، بخليها كمان تريح تتضاعف حجمها. شايفين السماكه خليتها سميكه، طلعت سميكه، وهي شوي رققتها. في ناس اللي بترغب المعروف يكون سميك كثير، وفي ناس ترغبوا للشكل هذا، شغله اختياريه بترجع لكم. راح نريحه ونرجع لكم، بس تجهز من دخلها، قبل ما دخلها الفرن نرجع لكم، خليكم معنا. اخواني هاي المعروف بعد ما طلعناه من الفرن خليناه يختمر كثير منيح، هذا كان شكله النهائي تقريبا 20 دقيقة. هاي الشوكولا وهاي حبات راس التمر اللي سويناهم، وهاي شوي اخذت لون بس كمان مقبولة لانه دهناها بيض وحليب. هاي كانت وصفتنا اليوم، هلا راح ادهنها هيك دهنة قطر، قطر عندي موجود مسبقا، دهنها كتير منيح، راح ارش عليها رش جوز الهند بودره. اخواني هاي بعد ما رشينا عليها جوز الهند، طبعا بعد ما حطيناها القطر لزق عليها ما راح ينزل من هالجوز الهند. هاي التمر نفس الشيء، هاي كرات الشوكولا، هاي الساده. هاي كانت وصفتنا اليوم، بتمنى تكون وصفنا تعجبكم. شكرا للمتابعه، نلتقيكم بوصفات جديده.